ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما. معاك وجو من قناة كرش بوي وحبيب قلبي وانتيم العمر واخويا يا عم كيرو، منورني لتاني مرة على التوالي. بنورك بنورك يا باشا، القناة منورة والله يا باشا، ده انت تنورنا كل يوم. طبعا الناس اللي ما شافوش الفيديو اللي فات، كيرو اخيرا رجع لنا من بنها، نورتني طبعا يا كيرو، وهيبقى معانا بقى الفترة اللي جاية كلها لانه بقى مستقر غالبا 90% هنا زي زمان. فكيرو بقى معانا تاني الحمد لله، نورنا. النهارده بقى قول لنا معانا ايه يا عم كيرو؟ النهارده معانا مطعم جميل جدا جدا جدا. كبداسه. المطعم ده جاي منين؟ من كرداسه. انا نفسي انا وكيرو من زمان، من قبل ما كيرو يتسحل في بنها بتاعته دي، ان احنا اساسا ننزل كرداسه نصور فيديو ونجرب الكبده الجملي من كرداسه. عم كرداسه جالنا هنا في مصر الجديده وقال لنا انا عملت لكم كبداسه، هنجيب الحاجه ونرجع لكم تاني عشان انا متشوق جدا. يلا بينا نجيب الحاجة. يلا بينا يلا بينا. وها قد حضرت الأشياء من عم كداسة. ورينا معاك ايه يا عم كوكو؟ ادي هنا شيء وادي هنا شيء. ده طاجن تقريبا. ده دي شكلها اطباق. احنا جبنا يعني 90% من المنيو، او لا ده يعتبر 100% من المنيو، كل حاجة عنده جبناها في حاجة معينة. ده يعتبر المنيو الكامل بتاع عم كداسة. عندك ايه تاني يا عم كيرو؟ العيش. العيش ده الاخضر وليمون. وهنا ده طبق بقى، هنشوف هنفتح الحاجه دي كلها ونرجع لكم تاني. بس انا متفائل خير، وموضوع الكرداسه والكبده الجملي ده انا نفسي اجربه انا وكيرو من زمان جدا، هنجربه النهارده، هنفتح الحاجه ونرجع لكم تاني بعد اذنكم. عايزين منهم ايه كالعاده؟ 10000 لايك يا ريت بعد اذنكم بقى على حضور عم كيرو تاني، نعمل 10000 لايك ان شاء الله، هنجهز الحاجه ونرجع لكم تاني. وها قد عدنا لكم من جديد، وهنبتدي اول حاجه هننقنق كده انا وعم كيرو بالسندوتشات. نبتدي بايه يا عم كيرو؟ السجق. نبتدي بالسجق اللي بالخلطه، ده سعره 8 جنيه. يلا بينا اسحب سندوتشك زي ما انتم شايفين كده بقى. ايه سندوتش صغير، هو يعني ده نص سندوتش مبدئيا. وفي حاجات هتيجي غاليه على نص سندوتش لسه قدام، فهنشوف هندوق ونقيم. يلا يا عم كيرو يلا بينا. اسمع رايك. السجق طعم حلو بس مش ماشي مع البصل والفلفل، يعني مش مخليهم حلوين مع بعض. ماشي، عندك اي تعليق تاني؟ لا. طيب هدوقه بالطحينه واقول لكم رايي. طيب للناس اللي ما تعرفش، انا وكيرو من مطبخين مختلفين خالص، وقلنا الكلام ده في الفيديو اللي فات. كيرو من المطبخ الفلاحي وانا من المطبخ الصعيدي، فالاختلاف ما بيننا وكيرو بيبقى كتير جدا. بس تفهموا حاجه، ان يوم ما انا وكيرو بنتفق على حاجه، اعرفوا ان الحاجه دي عالميه لا يختلف عليها بقى لا فلاحين ولا صعيده ولا اسايطه ولا ضميطه، هيتفق عليها كل الناس. كيرو قال السجق عجبه، انا للاسف كسجق ما انبسطتش بنكله، بس عشان احنا مطبخين متضادين، فاستحملوا مننا انا وكيرو كده بقى. الطحين اخبارها ايه؟ ما مش الواو سيئة. مش الواو. انا ما انبسطتش بصراحه من السجق اللي هو اللي بالخلطه ده، بس لسه معانا سجق تاني مشوي، فهنشوف الدنيا فيها ايه. طيب نخش بايه تاني حاجه يا عم كيرو؟ في احنا جايبين سندوتش بانيه، كنا متخيلين ان هو سندوتش بصراحه، وان احنا هنقسمه سوا بقى والدنيا كبيره، اصل ده ب 18 جنيه زي ما انتم شايفين كده، يعني هي حته بانيه نونو وجبنه تشيدر سايحه عليه ب 18 جنيه نص سندوتش بصراحه. ويعني انتم مش متخيلين حته الفراخ قد ايه. سيبه في الطبق. حته الفراخ بنص قرش. دوق يا عم كيرو، دوق. انت لسه خلص يا اخويا، خلص وبعد كده ندوق ده. يلا عم كيرو ندوس. يلا بينا يلا بينا. هو بصوا يعني قطمه بح 18 جنيه راحت هدر. بس الموضوع جبنه حلوه، الجبنه حلوه، البانيه عادي جدا اللي كلنا بنعمله في البيت، مفيش اي حاجه زياده، اعمله في البيت لان حته البانيه كمان يعتبر زي اللي في البيت يعني، وعليه حته الجبنه الشيدر. احنا ما قيمناش اللي فات كام من هنقيم الثلاثه دول مع بعض كام من 10، لان الدنيا مش واو حتى الان. بس خدوا بالكم ريحه الكبده الجملي اللي احنا جايبينها بصراحه عالميه، فقررت انا وكيرو ان نخليها اخر حاجه من ابو اخر، يعني الحاجات التقيله هنخليها للاخر. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده معانا ثالث ساندوتش واخر ساندوتش، ده سجق مشوي بالجبنه الشيدر سعره 12 جنيه.
النص سندوتش سعره 12 جنيه، يعني الاثنين اللي انا هاكلهم انا وكيرو دول 24 جنيه. يلا بينا ندوق يا عم. هنا في طعم سجق. طيب جبنا الشوك ونسينا ندوق الطماطم اللي بالخلطه بتاعتهم، يلا بينا ندوق. دي سعرها كام؟ 5 جنيه. لطيفه بس كلتها في اماكن، بس كلتها في اماكن تاني بصراحه افضل من كده سنه، بس يمشي حالها. حلوه حلوه بصراحه، بس في ناس بتعملها افضل. هنكمل الساندوتش ده انا وكيرو ونديكوا راينا النهائي في الثلاث ساندوتشات. طيب هرجع انا اقول لكم رايي كده ملخصا عشان كيرو كل حته فلفل يا عيني وعمال يوحوح وعمال يقول لي نار نار. بصوا بالنسبه للسجق اللي بالخلطه اول واحد دقته بصراحه ما دخلش بذمتي بنكله، فده هديله 2/10، ما عجبنيش خالص. خدوا بالكم كمان في حاجه، لقمه العيش مش عجباني، معجنه سنه بس يمكن علشان خاطر التوصيل، بس ما عجبتنيش برضو لقمه العيش. السجق اللي هو اللي انا اول حاجه ده طعمه مش واضح، الفلفل والطماطم اكتر بكتير من السجق، السجق مش مستوي 100%، ف2/10 دي يعني كرما عشان هو عجب كيرو السنه، ما عجبوش قوي عشان هيقول هو رايه. البانيه عادي جدا اللي نعمله في البيت، مش هيكلفنا ابو 18 جنيه، ده مش هيكلفنا تقريبا 5 جنيه على بعضها خالص، مش هيوصل 5 جنيه 3 جنيه تقريبا، ف برضه هياخد 2/10، ما خساره فيه بصراحه لانه عادي جدا ما فيش اي افتكاسه. تالت حاجه السجق المشوي بصراحه انا عجبني كويس يمشي حلو، بس باكل السجق المشوي من اماكن تانية، هسيب لكم الفيديو بتاع الاماكن التانية دلوقتي فوق علشان تعرفوا السجق الجميل بيتاكل منين. ده هديله سبعة من عشرة. حاضر قول لنا بقى رايك يا عم كيرو. بالنسبه للسجق اللي بالخلطه هو طعم السجق حلو، بس البصل والفلفل مغطيين عليه ومش لايقين معاه، يعني مش عامل توليفه حلوه، فطعمه يعني يعتبر مقبول مش هنقول وحش. البانيه عادي جدا طبعا زي ما جو قال، هو حته بانيه ومحطوط عليها جبنه شيدر، فمفيش اي افتكاسه فيها وصغيره جدا جدا. انت خدت الحته كمان اللي فيها لحم، ده انا اللي خدته ده كان هوا يعني، انت الحته اللي خدتها دي يعتبر كلها ارزاق. ايوه نصيب. بس السجق المشوي، السجق المشوي كان طعمه حلو. كويس في احلى، بس كان طعمه حلو، مش هنظلمه بالظبط. طيب يلا بينا بقى نخش بتاني حاجه، خلصنا من مود السندوتشات اللي ما عجبناش ده، بس على ما اظن اللي جاي كله جامد، واحنا مخليين الجامد قوي للاخر خالص. يلا بينا نخش اللي بعد كده. وتاني حاجه معانا زي ما انتم شايفين كده، ده طاجن مكرونه بالشيش طاووق، سعره 55 جنيه بصراحه، شكل الشيش من فوق عالمي، يا رب الطعم يكون حلو. يلا بينا يا عم كيرو. يلا بينا. ادي قطعه شيش ومكرونه، يلا بينا. الفراخ نية شوية لسه ما دوقتهاش. ماشي. المكرونة حلوة ومسكرة، المكرونة مسكرة جدا، الطماطم اللي فيها مسكرة حلوة قوي، والتوابل الشيش فعلا ضعيفة جدا جدا. المكرونة والطماطم بصراحة مسكرة حلوة قوي، والمكرونة مستوية حلوة جدا، فأنا مبسوط من المكرونة لوحدها. الشيش للأسف مفيش توابل ما عدتش عليه، والتسوية برضو مش ال 100%، مش يعني مش مبسوط أنا حتى الآن للأسف مش مبسوط، وهدي الطبق ده 6/10 بصراحه، ما مش عارف كتير كتير صح كتير. معلش ما يشوف انت هتدي له كام بقى. 4/10. حقك بصراحه. ما اقدرش اخبط، بس انا عشان عجبتني المكرونه والتسبيكه بتاعتها والطماطم المسكره دي بصراحه، فهو ده اللي خلاني يعني ارتقي معاه الستة. ويلا بينا نخش على اللي بعد كده، واللي بعد كده يعني ممكن يبقى لا ممكن يبقى حلو. واخر حاجتين هم اجمد حاجه، اللي هم الكبده الجملي اللي اساسا معمول عليها الفيديو بتاع النهارده، والسجق المشوي بالطماطم والليله بتاعته كلها مع العيش الابيض بتاعه، هنشوفهم مع بعض. هنجيب الحاجه ونرجع لكم تاني، وبعد اذنكم اعمل اللايك الجميل بتاعك لغايه ما ارجع لك. ورجعنا لكم بتالت حاجه معانا، وهي المكرونه بالكبده اللي احنا دلقناها دي علشان نسخنها زي ما انتم شايفين كده، شويه كبده مش بطالين، والمكرونه طبعا الجميله العظيمه بتاعتهم، وسعره 25 جنيه ففي اللذيذ. دي كبده بقري مش جملي، اكيد طبعا مجمدك منها ب 25 جنيه، مش هنضحك على بعض يعني. الشيش ب 55. الشيش كان ب 55، انا اكيد سبت لكم الاسعار تحت يعني. يلا بينا ندوق. بس شرايح الكبده يعني متقطعه كده عصافير جميل، يلا بينا ندوق. اخيرا حاجه،
حاجة حلوة النهاردة، يعني حاجة اللي هو الطبيعي، حاجة اللي تبسطنا. طيب نسمع رأي عم كيرو في المكرونة بالكبدة اللي 25 جنيه دي، قول لي رأيك. طيب احنا المكرونة احنا متفقين عليها تحفة جدا وما فيهاش كلام بصراحة. الكبدة يعني حلوة بس انا بالنسبة لي يعني عادية، مش الواو يعني، في احسن منها بالنسبة لي. انا كمني جربت الفترة الاخرانية دي شوية محلات بتعمل مكرونة بالكبدة ومكرونة بالسجق، اي نعم فعلا في محلات دقتها بتعمل احسن من كده، وفي محلات كتير اقل من كده، فدي عجبتني، دي من المحلات بصراحة اللي عجبتني، فدي انا ما عنديش مشكلة ان اديها 8 من 10 كويسة. انت هتديها كم من 10؟ لا انا مش هقيم دي. طيب خلاص، هي مش عاجبك يرو، هي مش عاجبك يعني، هي مقبوله مش وحشه، هي مقبوله وحلوه بصراحه بالنسبه لها، بالنسبه مقارنه بالمطاعم اللي جربتها انا التانية، بس للاسف كيرو ما كانش معايا في الفيديوهات دي، فهو ايه ما عندوش ان هو يقول لها علي ولا نقص عن الفيديوهات اللي فاتت. هنخش بقى بيت تقيل، اخر حاجتين معانا حاجه جامده قوي هنجيبها ونرجع لكم. وزي ما انتم شايفين كده السجق المشوي منظره تحفه جدا جدا جدا، شهي الواخد لون حلو، والبصل والفلفل. لا انت لسه هترد كتير، انا عايز اكل يا حبيبي. ده سعره 65 جنيه وبصراحة اللون مع الطماطم والتسبيكة انتوا مش متخيلين الجمال. هدوقه الاول بالطحينة بعد كده هدوقه لوحده. ادي بالطحينة. انا قلبت محمد منير، عظيم تحفة. طيب بالنسبة لعم السجق بصراحة يعني يعتبر افضل حاجة في اليوم بتاع النهاردة، مش التوب طبعا بس حلو ومبسوط منه واجربه مرة تانية وتالتة، لغاية تالتة بس يعني مش هنوصل لرابعة، بس هو حلو. للأسف في مشكلة، نسبة الدهون قليلة قوي. للناس اللي بتحب نسبة الدهون القليلة في السجق ده هيعجبها جدا، انما انا بحب ايه يبقى فيه بالانس ما بين الدهون واللحم، انما هنا نسبة اللحم للأسف اكتر. في ناس بتحب كده يعني، ده رأيهم، قول لي انت رأيك يا عم كيرو. انا ده هدي له 8 من 10، مش هزايد على جوف حاجة، هو فعلا طعمه جميل جدا جدا، ممكن يبقى ناشف سنة بس انا ما يعني مش مضايقني برضو، انا موافق مع جو 8 من 10 زي الفل. اتفقنا جميل. اول اتفاق في الفيديو بتاع النهاردة انا وكيرو، وهنختم بقى بإيه يا عم كيرو؟ الكبدة الجمل. ملكة اليوم النهاردة، وبصراحة من ساعة ما طلعناها أنا وكيرو من الشنطة وريحتها معروفة، سبحان الله ريحتها نفاذة، التوابل بتاعتها دي كله بيعملها واحد بصراحة. ليها ريحة خاصة بيها الكبدة، مميزة جدا. هنجيبها ونرجع لكم، واللايك الجميل بتاعكم لغاية ما نرجع لكم بعد إذنكم. وآخر حاجة معانا إنها الكبدة الجمل. بس هم شويه صغننين قوي وب 95 جنيه زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه اللي هو يعني كيرو ممكن يمسح بيهم زوره مش انا كمان. الجمال غير الـ حاضر الـ يعني حاضر، غير المجمد، غير المجمد، غير المجمد طبعا. طيب يلا بينا ندوق. بس الريحه بصراحه جميله، لا ريحه جميله ونفاذه فعلا، وهم الريحه، وهم يا جماعه. يلا يا عم كيرو يلا بينا، معلش هناخد مغرفه كده جميله، يلا بينا ندوق. ربنا يستر. هاخد لقمه تاني انا وكيرو كده عشان في حاجه مش عجباني خالص. ما انت في مشكله معاك ولا الحته اللي وقعت في بقي؟ هاخد حته تانية عشان انا اللي في بقي دي السوا ما جاش. طيب هوريكم تجربه علشان ما بقاش ظلمت المطعم. انا كده قفلت اسناني خالص، قفلت اسناني خالص وللاسف ما عرفتش اقطعها. انا ككبده جملي بصراحه، انا كيرو هيختلف معايا شكله، لان انا اتصدمت. انا كجبده جملي يعني انا بقفش، ممكن هو في ممكن يبقى حتت فيها حتت، انا واكل بتاع اربع خمس حتت كلهم على نفس السياق. انا نفس الموضوع اهو. انا للاسف ككبده جملي اول حته قفشه تعمل كده الصراحه معايا. انا صفر، ما يعني بصوا انا هوريكم للمره الاخيره ما اتقطعتش، انا سناني وجعتني وفكي وجعني. صفر. لا لا رأيك. وحشه وحشه جدا 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 جدا، تسوية ما جاتش فصفر. تعالي على بختي وبختك يا أبا. إيه؟ عشني بيه وغدر بيا. للأسف ختامها مش مسك النهاردة، وأنا عمال أقول شايل الكبدة، بس ريحتها حلوة والله العظيم، التتبيلة بتاعتهم جميلة. خلي فيها نفاس كمان. أوي أوي، خلة وتومة بقى وطماطمية وفلفلاية، بس التسوية راحت منه في داهية. طيب أنا للأسف تقييم المطعم بتاع النهاردة أوفر أول
ما انبسطتش انا وكيرو غالبا غير من السجق المشوي والكبد، مكرونه بالكبده اللي هي الكبده العاديه. غير كده مستوى المطعم بصراحه محتاج ضعيف. هو لسه جديد بقاله حوالي شهر ونص، فيعني يا رب الفيديو ده يوصله وتبقى رساله ليه ان هو يحسن من نفسه وياخد باله من الكبده الجملي اللي جايه نيه، لان الكبده الجملي دي يعني بتقرقش كده وبعد كده تدوب، هي قرقشه بعد كده دوب، انما دي قرقشه بس يعني ما بتعملش خناقه خناقه بصراحه. بس ودي كانت خلاصه الفيديو بتاع النهارده. حابب تضيف اي حاجه يا استاذ كيرو؟ لا يا جو متفق معاك تمام. بعد اذنكم يا ريت نوصل الفيديو ده 10,000 لايك علشان حضور عم كيرو، اهو عشان اجيبه لكم على طول بقى، يعني كيرو ما بيجيش غير بال 10,000 لايك. بس ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده، وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو. سلام.